شطم عليك في لندن لم يلفت انتباه الموساد؟ لا اعتقد لا، لانه انا ما كانش ليا نشاط ملحوظ امام الجانب الاسرائيلي، ربما امام الجانب البريطاني لكن امام الجانب الاسرائيلي ما كانش نشاطي ملحوظ. وفي نفس الوقت اللي كانوا بيقولوا عليه لو بروفايل، يعني انا بيقولوا عليه ايه بالعربي لو بروفايل، يعني ما كنتش بحب اظهر في المواقف بحيث ما ترصدش. انما لما جيت هنا وابتديت بعد كده اتعامل مع الوفود الاسرائيليه، لا من هنا رصدوني، ده قبل لسه ما اطلع اسرائيل. وعندما كنت برضو احد مهامي ان انا بعرض على النائب كمال حسن علي في حاله عدم وجود السفير عصمت رضا الله يرحمه اللي هو كان مدير اداره التطبيع والحكم الذاتي، وهو كان مديني هذا التكليف، لما ما كنش موجود المذكرات بتاعه العرض انت اللي تعرضها على النائب، وبيبقى معظمها نصها على الاقل انا اللي كاتبه، فكنت بخش بعرض عليه مذكرات بخط اليد. وهو كان يعمل كده صح صح لا يؤجل فيما بعد وهكذا، وكنت بنقل التاشيرات بتاعته الى سفارتنا في تل ابيب، كانت لسه فاتحه بقى قبل ما اروح. فالسفير هناك سعد مرتضى عرفني من البرقيات اللي بتتبعت اللي انا ببعتها له من القاهره، من هنا هو نزل وطلبني، والنائب كمال حسن علي وافق على ان انا اطلع، على ان انا يتم نقلي الى تل ابيب، فنقلت وكنت سكرتير اول في السفاره. وبالتالي انا يعني كتير بيتكلم، انا بسال على الاجواء في مصر وقتها، ما كانش حد يعني لسه يقبل حتى فكره السلام مع اسرائيل او فكره التطبيع، وكان ممكن حضرتك على المستوى الشخصي يعني يتم وصمك بانه انت بتسافر لاسرائيل بتروح تل ابيب، يعني هذه المساله لم تقلقك على المستوى الشخصي؟ والدي كان قلقان جدا وقال لي انت رحت اداره التطبيع والحكم الذاتي دي هتخليك كده في الوش باتجاه اسرائيل، وانا كنت عارف ان انا هتنقل، فيعني وانا كنت طلعت له السعوديه، هو كان ساعتها استاذ جامعه في السعوديه، فقلت له ايه اللي يمنع؟ قال لي لا 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 مش مفروض ابدا، لا انت ما انتش عارف دول ايه، وابتدى يحكي لي على قصص طويله عريضه هو نفسه كمستشار ثقافي رآها رؤيه العين وعانى منها فيما بعد بالنسبه للجانب الاسرائيلي. فسكت وما قلتلوش حاجه الى ان صدر القرار بنقلي الى سفارتنا في تل ابيب، فلقيته بيكلمني من جده. كنت فرحان؟ انا مش فرحان ولا زعلان، انا حسيتها انها مهمه فيها تحدي، وانا عاوز الناس دي لان انا بدرسهم اوريدي، كان بقالي فتره على الاقل دراسه حقيقيه بروفيشنال من 76 وانا اتنقلت 81، كان بقالي 5 سنين ما بشتغلش غير عليهم، وانا في لندن بشتغل عليهم، وانا في القاهرة اشتغلت عليهم، فدلوقتي ايه اللي يمنع ان انا اروح اتنقل لهم بقى اشتغل عليهم من جواهم؟ انا دي حاجة يعني. هو طبعا لما جه السفير سعد مرتضى الله يرحمه قال لي انا بعرض عليك ان انت تيجي في السفارة في تل ابيب، وطبعا حدي لك وقتك. قلت له لا لا مفيش وقت افكر فيه انا موافق. قال لي على طول كده؟ قلت له مش عاوز تسأل مراتك والدك والدتك اي حد تستشيره؟ قلت له لا، عندك شغل يكفيني انا رايح وحبتدي اروح لوحدي غالبا، وحسيب مراتي هنا في ذلك الوقت يعني، فعندك شغل يكفيني 24 ساعة. الحقيقة لا انسى كلمته، قال لي انت هتتمنى ان الشغل ان اليوم يكون 48 ساعة عشان تلحق تخلص شغلك هناك، وقد كان. لكن وانا داخل تل ابيب كان دخولي غير تقليدي، دخلت بعربية بتاعت واحد زميلي اشتريتها منه، قلت بدل ما هروح وهفضل قاعد مستني، وكان زميلي ده جايب العربية كان في سفارتنا في بغداد، واتقطعت العلاقات في نهاية 79، فكان لسه شاري عربية شيفورليه جديدة لانج ما بقالهاش 3 أشهر، لف بيها ونزل من تركيا، فجات العربية وكان عنده جمارك كانت عالية على العربية فما قدرش يعمل فيها حاجة، فخد نمر تريبتك اللي هو إفراج مؤقت، ومرة في الثانية كل واحدة 6 أشهر، فخلاص إفراج المؤقت ده آخره، حاجة من اتنين، يا العربية تطلع برة يا إما اسمه يدفع عليها الجمارك. فهو كان في مأزق وجي قال لي أنت هتحل لي المأزق ده، ما تاخد العربية دي وتشتريها وهعمل لك خصم واطلع بيها أنت على تل أبيب، يبقى إحنا الاتنين خلصنا وين وين،
سيتويشن يعني ده اللي هو السيناريو الرابح من الطرفين. قلت له موافق. اما بعت كلمت السفير سعد مرتضى قال لي انت اتجننت هتيجي بعربيه اول ما انت جاي اول مره هتيجي بعربيه انت قلبك ميت؟ قلت له اه. قال لي هتخش بعربيه تقطع الصريخ كلها بالعرض؟ قلت له اه. لوحدك؟ قلت له اه. قال لي لا لا لا. قلت له بس من فضلك حضر لي تامين على العربيه من المدخل من وساعتها ما كانوش انسحبوا، كان الخط العريش راس محمد هو ده الحدود حتى يتم الانسحاب فيما بعد 25 ابريل 82. وقد كان. لكن وانا في العربيه وانا عند الحدود العربيه كان عليها جمرك السويس، فانا تخيلت بسذاجه معهوده ان هيشيلوا نمره جمرك السويس دي هيحطوا لي نمره جمرك سينا مثلا او العريش. انما اتفاجئت وانا طالع لقيت في نمر سودا كده، فبقول له ايه دي؟ قال لي ما هدي النمر الاصليه بتاعت العربيه. قلت له اصليه؟ اصليه ايه؟ ببص عليها لقيت مكتوب عليها العراق بغداد هيئه دبلوماسيه عراقيه ونمر. الكلام ده كان امتى؟ 14 يونيو 81، بعد ضرب المفاعل النووي باسبوع. قلت له هدخل بالعربيه بالنمر دي؟ قال لي اه، ما احنا ما فيش مجال تاني. وبالتالي خدت العربيه ودخلت. فانا كان دخولي داخل بعربيه هيئه سياسيه عراقيه بغداد وعليها نمر سودا، وهم نمرهم كلها بيضه ونمر العربيات الدبلوماسيه لونها اصفر، فانا داخل شكلها غلط تماما يعني. ودخلت وبالتالي ابتديت استثيرهم من اول دخولي من اول يوم ما دخلت. ولو عاوز تعرف قصه تانية يعني مضحكه، ان اول ما وصلت انا وصلت كان متاخر الساعه 5 بعد الظهر، والسفير كان قاعد قلقان جدا، واول ما دخلت بتوع حراس الامن في السفاره انت فين؟ ايه اللي اخرك؟ كلم السفير بس اطمنه. وكلمته وقلت لهم انا عاوز اعمل مكالمتين، واحده لاخويا في امريكا بس اطمنه ان هو الوحيد اللي كنت قلت له، ما كنتش قلت لوالدي ولا والدتي. ورحت متصل بابن خالتي اللي كان معايا في لندن اللي احنا بنتكلم اللغه بتاعتنا دي. ايه اللغه دي بقى؟ انا عاوز اروح واشرب كوبايه ميه، انا عاوز هقول شقرب ببكايه يما. ايه ده؟ وازاي بتعرف تعمل كده؟ ما خلاص بقى اتعودنا من واحنا اطفال بنتكلمها. بس ده صعبه جدا. ولا اصعب منها بقى لما كنت في لندن ابتدت مراتي السابقه يعني ام الاولاد من كتر ما انا بتكلم انا وابن خالتي بيها، فابتدت تلقط حاجات منها وابتدت تفهم اجزاء، بتركب القصة فبتفهمها. فاما في مرة اكتشفت انها ابتدت تفهمها، فانا قلت لابن خالتي قلت له لا ما ينفعش احنا، طب هنتصرف ازاي؟ قال لي تعالى اتكلم انجليزي بلغتنا. قلت له هتبقى صعبة دي. قال لي اه هتبقى صعبة علينا احنا الاثنين. طيب I want to go and drink glass of water. يا نوت would walk نقدر ادينك لجاس في اطور. ده رهيب ده. لما كلمته قال لي ازيك واخبارك؟ طمني بقى احكي لي ايه اللي حصل في السكه وانت رايح مش عارف ايه. قلت له طيب. وابتديت اقلب بلغتنا وهو قلب باللغه. بس ليه قلبت في الوقت ده؟ انت اكيد عارف ان هم بيراقبوك. طبعا انا عارف ان هم التليفون متراقب وكل حاجه، واكيد عارف ان هم هيتشغلوا باللغه المش مفهومه المشفره دي. لا زي ما تقول ايه، هو اجراء امني احترازي الواحد متعود عليه من ايام والدي ووالدتي، ما بعوزش امشي فاهم حاجه. مش هيغلبوا يعني، مش هيغلبوا يفكوا الشفره دي يعني. طيب قطع السكه. وانت قلت في حاجه بس رحت متصل بيه تاني قال لي ايه اللي حصل؟ قلت قال لي ها كمل بقى بلغتنا. رحت مكمل تاني فيش 20 ثانية رحت السكة مقطوعة. قلت له يبدو ان ولاد عمنا سامعيننا ومش عاجبهم الكلام ده هو، فخليني بقى اكمل. لو اتقطعت المرة دي اعرف مش هكلمك تاني بقى، اعرف ان الدنيا كده. اتكلمت 10-15 ثانية بلغتنا رحت مقطوعة السكة خلصت. ابتديت الاحظ وانا بكلمه من وقت للتاني ان المدة بتطول شوية، بقت دقيقة، بقت دقيقة ونص، بقت دقيقتين. لغاية ما سابونا، فقلت له خلاص هم فكوا الشفرة. زي انت فاكر النوبيين لما كنا جبناهم في حرب 73 كانوا بيتكلموا عشان بالظبط. فقلت له خلاص فكوا الشفر. قال لي طب نقلب زي ايام ما كنا في لندن؟ قلت له اه. ابتدينا نقلب انجليزي، اتقطع على طول لغايه ما تركت اسرائيل. اول ما اتكلم معاه بلغتنا بالانجليزي يتقطع الخط، مش عارفين يجيبوها. غريبه. ما انا وريتها لك، الفرق كبير يعني. فاذا يعني بس خلينا ده من اول يوم.